ندوزو دابا الكود جول ويب، الحاجه اللي بغينا نسلطوا عليها الضوء هاد المره كتشبه شويه الكود جول ديال السيمانه اللي فاتت، هي المساواه بين الرجل والمراه، بين الولد والبنت الى اخره. كاين واحد الفيديو خرجت هي غير البارح وديجا تشافت واحد 700,000 مره في ظرف نهار واحد، في ظرف 24 ساعه، واللي داروها هما واحد الماجازين، ماجازين ال ديال الانجليز، داروا واحد المبادره، واحد الفكره عجيبه وفريده من نوعها. فكروا مثلا في مجال السياسه، في السياسه وفي البرلمان، الى جاوا يحيدوا الرجال، لان الرجال كثير في السياسه، كنقولوا انه مجال ذكوري، شنو يبقى وكيفاش يكون المشهد السياسي. هما فكروا في هذه القضيه، هذه في هذا الفيديو نكتشفوها ونشوفوها. إذا شفتوا هذه الطريقة الجميلة والأوريجينال ديال إلا جينا نحيدوا كاع الرجال من السياسة، كتبقى النساء قليلة بزاف تمثيلية فيما يخص العمل السياسي. هادشي باش يوعينا أنه خصهم يكونوا النساء، ونساء كومبيتون حتى هما. وحنايا فكرنا في جينيراسيون نيوز أنه إلا جينا نجربوا هذه القضية في البرلمان المغربي، واش تصدق ولا لا. نشوفوا مثلا هذه التصويره هذه اللي فيها المستشارين بطبيعه الحال كثار ونساء قلال، نشوفوا الى حيدنا الرجال الصوره شنو غادي تعطي. ما بقاش بزاف، صافا شويه.